جماهير النادي الأهلي تنتظر النهارده مباراة فريقها أمام مازيمبي الكونغولي في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا. تفاصيل عايزين نعرفها أكتر عن المباراة هنتعرف عليها من خلال الأستاذ عبد الحميد فراج الناقد الرياضي. صباح الخير يا فندم. يا صباح الفل عليك يا أستاذة لمياء، صباح الفل على كل مشاهدي التلفزيون المصري. اهلا بحضرتك. والدوري ده معروف ان هو بيحصد او بيحصل عليه النادي الاكثر قوه والاكثر جماهيريه ومتابعه في القاره السمراء، كمان النادي الاهلي دايما هو المرشح رغم الصعوبات اللي ممكن يواجهها خصوصا لانه بيفاجئنا طول الوقت. الكونغولي على الجانب الاخر هو كمان من اكثر الجماهير او عفوا النوادي اللي بتشترك كتير في هذه البطوله، كلمنا اكثر شايفها ازاي وازاي كولر هيتعامل مع المباراه المره دي. متفق معاك طبعا. اسم النادي الاهلي وتاريخه في بطوله دوري ابطال افريقيا، هو الفريق الاكثر تتويجا بالبطوله وصاحب اكبر عدد من القاب دوري ابطال افريقيا، ودايما هو الفريق المرشح حتى في اخر سنوات الفتره او السنين اللي النادي الاهلي لم يوفق فيها بالتتويج كان دايما دائم الظهور اما في النهائي او في نصف النهائي، وهو طبعا بيكمل مسيرته في هذا الموسم وبيلعب النهارده مباراه ذهاب نصف النهائي، مباراه صعبه جدا، اجواء المباراه بتزيدها صعوبه او بتزيد المنافسه بتاعت المباراه، خصوصا ان اخر مباراه للنادي الاهلي وهي كانت مباراه ايضا كبيره ولها حسابات كبيره جدا بالنسبه لجماهيره وبالنسبه للعيبه والجهاز الفني، وهي مباراه القمه امام النادي الزمالك خسرها النادي الاهلي، ده اللي اثر شويه او اثار شويه بعض القلق عند جمهور النادي الاهلي، ولكن كالعاده فريق النادي الاهلي زي ما بيقولوا كده مع كل عثره بيتعرض ليها بيفوق على طول جدا وبيرجع اقوى من مكان، وده اللي جمهور النادي الاهلي مستنيه في مباراه النهارده. المباراه طبعا بنفكر الناس انها هتكون الساعه 3 العصر، ونبدا من هنا نتكلم عن اجواء المباراه. المباراه بتتلعب على ملعب نجيل صناعي، وده مش معتاد عليه لعيبه الكره المصريه بشكل عام ولعيبه النادي الاهلي، فعشان كده النادي الاهلي قبل السفر خاض تمرين ليه في ملعب مدينه نصر وهو ملعب نجيل صناعي، وايضا سافر مبكرا على غير المعتاد وخاض تدريبتين، تدريبه امس واول امس منذ وصوله للكونغو على الملعب النجيل الصناعي علشان يتعود اللعيبه على اجواء اللعب على النجيل الصناعي، كمان فكره اللعب عصرا بتخلي اللعيبه فكره الرطوبه وفكره درجه الحراره المرتفعه بتزيد شويه من صعوبات المباراه وبتدي يعني مش عايز اقول افضليه بس لعيبه الكونغو او لعيبه فريق مازيمبي متعودين على الاجواء دي ممكن تخليهم مش هيحتاجوا وقت ان هم يخشوا سريعا في اجواء المباراه، عشان كده لازم مارسيل كولر والجهاز الفني واللعيبه يكونوا حاطين استراتيجيه لاداره المباراه على فترات، لازم اعدي الاول الشوط الاول اتعود على الاجواء وحراره الجو والرطوبه، وبعد كده ابدا اشتغل الشغل الفني بتاعي وتكتك في الجزء الثاني من المباراه. طيب شايف هيكون في تغييرات على مستوى التشكيل؟ شوفي، هو طبعا في غيابات مؤثره، الاول لازم نتكلم فيها، غياب امام عاشور مؤثر، مروان عطيه. انا كنت لسه هسال حضرتك عن الغيابات. بالتاكيد في غيابات مؤثره، خلينا نعترف بده، ولكن دايما الجمله اللي بيقولها دايما جمهور النادي الاهلي والمتابعين للنادي الاهلي ان الاهلي بمن حضر، فمؤكد هيكون بالاعتماد على مصطفى شوبير في حراسه المرمى، قلبي الدفاع اعتقد هم اللي موجودين ثابتين في الفتره اللي فاتت، محمد عبد المنعم ورامي ربيعه، الجانبين محمد هاني في اليمين وعلي معلول في الشمال، اعتقد مش هيبقى فيه خلاف قوي على خط الدفاع، نص الملعب هو اللي هيبقى فيه التركه الفنيه، وعايز اقول لك ان في تفكير من داخل الجهاز الفني ان يلعب بثلاثه في نص الملعب يملوا منطقه نص الملعب، زي ما قلت لك مباراه صعبه ومواجهه صعبه مع فريق قوي وفريق في نص ملعبه اجواء الحر واجواء اللعب على الترتان ممكن تخلي مارسيل كولر هيفكر في ثلاثه في نص الملعب مش بس اثنين، عشان كده النهارده ممكن نشوف اكرم توفيق موجود في نص الملعب مع نبيل كوكا وعمرو السولي، هيكون في الجناحين الهجوميين رضا سليم واحد هيكون ثابت، واعتقد بيرسي تاو هيكون موجود في الجناح الاخر، وراس الحربه ما بين وسام ابو علي او محمود كهربا، وخصوصا مع الانتقادات الاخيره لانتوني مودست مهاجم النادي الاهلي وظهوره بشكل مش بالصوره اللي بيتمناها جمهور النادي الاهلي، فاعتقد ان وسام ابو علي هو اللي هيكون مهاجم النادي الاهلي الاساسي في المباراه. طيب هل كولر قدر يعالج ازمه اهدار الفرص عند اللعيبه؟ شوفي هقول لك على حاجه، هو بصراحه يعني انتوني مودس تحديدا مهاجم مش مرضي طموحات جمهور النادي الاهلي، وبرده خطه النادي الاهلي ان ما بيعتمدش كتير على العرضيات ودي اهم ميزه فيه مخليه الناس بتنتقده بشكل كبير. كهربا متعود ان هو يلعب في الكرات القصيره واللعب الفني او التكتيكي اللي هو المراوغات وكده، ولكنه في اخر فتره
كان غايب فترة بسبب الإصابة، ثم فترة بسبب اعتماد كولر على أنتوني موريس. أعتقد دور الجهاز الفني هو إن أنا أوفر الهجمات الكتيرة، أو إن أنا أوفر الفرص الكتيرة. التنفيذ بقى أو تسجيل الأهداف ديت المفروض تكون مهارة لاعب. اعتماد الأهلي على وسام أبو علي في الفترة اللي جاية ممكن يكون هو ده الحل الأساسي لظاهرة إهدار الفرص للنادي الأهلي في الفترة الأخيرة، وأعتقد هياخد كتير لأن جمهور النادي الأهلي شايف فيه مهاجم جيد ومهاجم واعد ومناسب كمان أيضا لخطة لعب النادي الأهلي. طيب متوقع بقى النتيجة هتخلص على كام؟ ومهم جدا النادي الأهلي يرجع بدون خسارة وأيضا بدون استقبال أهداف، يعني الخروج بالشباك النظيفة في مباراة النهاردة لازم يكون الهدف الأساسي للنادي الأهلي. 0-0 النتيجة هتكون كويسة جدا للنادي الأهلي. حصل تعادل بعد كده ممكن يكون 1-1، ولكن يعني مهم جدا، وده أعتقد من خبرات لاعبي النادي الأهلي عارفين الجزء ده كويس، إن النادي الأهلي يرجع بدون خسارة، ده رقم واحد. رقم اتنين الأفضل كمان يكون بشباك نظيفة. أتمنى طبعا النادي الأهلي يحقق الفوز ده أولا، ولكن خلينا نتفق إن المنافس قوي وشرس. أتوقع إن الأهلي هيلعب على فكرة إن هو يرجع بتعادل سلبي في مباراة اليوم. طبعا بنتمنى التوفيق للنادي الأهلي، ونشكرك شكرا جزيلا السيد عبد الحميد فراج الناقد الرياضي.